جدا للقرادة، فأنا كمواطنة سمعت عليه في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مرض جديد في الانتشار، وبدأت الحالات كتنتشر في أوروبا في بعض الدول، وسمعت بأن شي حالات كاين هنا في المغرب ولكن أظن أنها غير مؤكدة. هو مرض كينتشر عبر الممارسات الجنسية وعن طريق المثليين خصوصا. يعني هذا المرض كان قديما كنا كنسمعوا بالجداري، ولكن دابا تزاد عليه بانه جداري القرادة، يعني مرض يعني كيكون طفح جلدي وكتكون فيه اعراض يعني شويه اللي صعيبه وحمى يعني اعراض صعيبه يعني ماشي سهله. وعلى ما اظن ان اسباب فالاوبئه فهي كتكون الاوبئه ملي كتنتشر فهي كتكون انا كتدل على غضب الله سبحانه وتعالى، على ان الله غاضب على البشريه، وان الله سبحانه وتعالى ملي كينزل هذه الاوبئه يعني كيكون نوع من يعني كيبغي الانسان يرجع لطريق الله سبحانه وتعالى. فعلى ما اظن بان الانسان اللي بغيت يتفادى هذه الاوبئه وانه يحاول على انه يبتعد عن المناكير وانه يتبع طريق الله وانه يعني ما يبتعد عن اي طرق العدوى اللي كتؤدي لهذا المرض. وبيان سور انا كاي مواطنه مغربيه فعندي نوع من التخوف، ما بغيناش نرجعوا يعني كيف ما كنا في لا بروميير فوا مع كورونا والاحتياطات والحجر الصحي ويعني والانغلاق وبزاف ديال يعني الحوايج. بصراحه كتاثر نفسيا على كأثرت علينا احنا كشعب مغربي نفسيا، ماشي على احنا كشعب مغربي باسكو على العالم قاطبة بانه يعني الازمه واثرت علينا نفسيا واقتصاديا واجتماعيا يعني على جميع المستويات. ونتمنى اننا ما نرجعوش لهذا يعني لهذه الازمه اللي كنا فيها، وهذا الوباء هذا يعني ما ينتشرش وانه يكون غير كما تنقولوا سحابه صيف ودازت. النصيحه اللي كنوجهها للمجتمع المغربي فانه يعني انسان يستخدم جميع الاحتياطات اللازمه للوقايه من هذا المرض. فهاد الامراض اللي كتكون منتشره جنسيا او الامراض اللي كتكون سريعه العدوى فكتبغي حتى هي عدم الاختلاط، وكتبغي عدم يعني التجمعات في اماكن مغلقه، وهذه يعني انسان خصو ياخذ جميع الاحتياطات ديالو. وبصراحه ومادام ان جداري القراده تثبتوا بانه من بين الامراض اللي كتنتشر جنسيا وعلى انه يعني سبب ديالو المثليين على ما يذكر، فانسان يبتعد عن جميع المناكر، فيبتعد عن المنكر لان المنكر صعيب هو اللي كيؤدي لهاد جميع الاوبئه، وانسان يتبع طريق الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى حنين ورؤوف ورحيم بالعبد يعني بالعباد ديالو، هو اللي قادر انه يرفع لنا هذا الوباء، لا شيء غير الله سبحانه وتعالى. البارح تلقينا الخبر ديال ثلاثه ديال الاصابات اللي تسجلوا في المغرب مشابه بهم بهذا الوباء ديال جدري القراده. صراحه الوضع في المغرب ما كيدعوش للقلق، لانه الحمد لله عندنا واحد المنظومه الصحيه اللي هي محكمه. وكيبان لي اصلا ماشي شي وباء اللي غيكون خطير بحال كورونا اللي غيكونوا عنده بزاف ديال الاجراءات اللي غيتاخذوا على وديتو. مثلا كيقول لك بنادم غيكون كونفينمون كذا، ما كنظنش، حيت حنا اصلا دابا يلا خرجنا من التداعيات ديال الازمه ديال كورونا، يعني الدوله ما يمكنش لها تعاود عاوتاني دير عاوتاني هاد الاجراءات الصحيه اللي غادي تنتج عليها واحد 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 الخسائر اقتصاديه اللي هي كبيره. واو لالي وصلنا كاع لشي حاله اللي ماشي هي هذيك ان شاء الله. انا اول مره سمعت هذا الوباء كنت شفت واحد البوست انستغرام قال لك هذا الوباء كي ناتج على العلاقات الغير شرعيه بين الدراري، يعني في الاسباني وكذا المثليين، يعني هو اللي شي يدوز لهم داكشي دغيا، شي هذا هو المشكل. اولا هذا الوباء حنا كنسمعوا به في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، ولكن حنا كنتسناو اصدار البلاغ ديال وزاره الصحه العموميه المغربيه، لان هي المسؤوله وهي اللي كنتسناو تعطينا جميع المسائل حول هذا المرض هذا. بالنسبه لوسائل التواصل الاجتماعي، اولا انا ما كنامنش بهذاك الشيء 100%، دائما كنتسناو مصادر رسميه، مصادر حكوميه، مصادر وزاره الصحه المغربيه، وسائل الاعلام المغربيه المعترف بها. اما بالنسبه للتواصل الاجتماعي اي واحد يقدر يصدر شي بلاغ وينشره. ولحد الساعه تفاصيل كثيره، كل واحد اش كيقول، كل واحد كيقول الراي ديالو، ولكن كما كنقول لك انا كنتسناو
يصدر البلاغ من وزارة الصحة المغربية، هي الوحيدة اللي عندها الصلاحية وهي الوحيدة اللي كنديروا فيها الثقة. حنا هذا الشيء كيرجع بالأساس لوزارة الصحة والحكومة المغربية. حنا قالت لنا وزارة الصحة نديروا الحجر، نديروه لأن وزارة الصحة دائما تسعى إلى الحفاظ على صحة المواطن المغربي. الشيء اللي كانت تسمع حنا الرسالة ديالي للمواطن المغربي هو أنه ما يكونش واحد التخوف كبير من خلال ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي. دائما حنا كننتظروا وزارة الصحة والحكومة المغربية والوسائل الإعلام الرسمي المغربي. أنا صراحة سمعت الخبر جلي بخي على ليجير، حيتاش ما جانيش زعما شي حاجة اللي كبيرة بزاف، حيت أولا بعدا أصلا بعيد علينا، وثانيا ما كنظنش يشكل خطورة علينا، حيت حنا أصلا في المغرب كما سمعنا بلي أنه كيكون علاقات بين جوج ذكور وداكشي، يعني حنا الدين الاسلام عندنا في المغرب، يعني واخا يكون شي حاجه راه ما غاديش ياثر في بنادم كامل غير الا كانوا عندنا دوك العلاقات في المغرب. وكنظن اصلا ديجا دات عندنا في المغرب هذا الوباء هذا على حسب ما سمعت، وكان عنده فاكسان ديالو كلشي ديالو، يعني ما جاني عادي زعما ما يكون لا كونفينمون، واحد بنادم كيقول غير رجع كونفينمون داكشي وهذا، ما خديته على ليجير انا بالنسبه. ما يخافوش بعدا اول حاجه حيت ماشي شي حاجه اللي هي كبيره بزاف، ودات علينا ما اكثر كما كنا كنقولوا، صبرنا 3 شهور عام عامين وداكشي، واللي كيدير شي حاجه الله يهديه، وهادشي اللي كاين وحميو راسهم بلا والو. المرض هذا ديال جدري القروض هو مرض جديد ماشي عندنا في المغرب، عندنا شاف العالم حول العالم، دخل لوروب جو بونس واقيلا، وكانوا شي 3 ديال الحالات اللي بانوا في المغرب. كنتمنى هذا المرض ما يكونش بحال كوفيد 19، يكون مرض عادي عابر ما ياثرش على المغاربه ولا شي حاجه بحال هكا. هو كتكون اعراض ديالو عباره عن واحد البقعات يكونوا في اليد ديالك ولا كيضروا على الجسم ديالك. بطبيعه الحال خايف انه يكون بحال كوفيد 19 كما كان داز الحال هادي، ما بغيناش يوقع بحال كوفيد 19. رسالتي للمواطنين هما ما يحاولوا هذا المرض يتجنبوه ما امكن، باش ما ياثرش على المحيط ديالنا ولا على المغاربه كاملين. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.